الوطن لا ينتهي، فالوطن هو الأرض التي تحتوي أبناءها، فعلينا جميعا أن نعمل بكل جهد وإخلاص لبناء ورفعة هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير والكثير أفعالا وليست أقوالا. أيها السادة، نقف الآن على أرض العاصمة الإدارية الجديدة والتي كانت بمثابة حلم منذ سنوات قليلة، أصبحت حقيقة ملموسة على أرض الواقع بأيادي وسواعد المصريين. نعم حكمة، العاصمة الإدارية الجديدة تشهد أكبر انطلاقة لها بإقامة فعاليات الاحتفال بأداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في مقره الجديد، خطوة تاريخية تنقل الدولة المصرية إلى الجمهورية الجديدة. نقف الآن في قلب ومركز العاصمة الإدارية الجديدة، ساحة الشعب، والتي يتوسطها ساري علم جمهورية مصر العربية، وهو أطول سار في العالم دائما، ويعد العلم هو رمز الاستقلالية ووحدة الأوطان. وعلم جمهورية مصر العربية يتمتع بمكانة خاصة في الدستور المصري، لما له مكانة مهمة عند المواطن وعند الوطن. حكمة، يعني ساحة الشعب أيضا بتضم العديد والعديد من الهيئات الحكومية والوزارات، فعلى اليمين نجد السلطة التنفيذية المتمثلة في الحي الحكومي والذي يضم مقر مجلس الوزراء والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ويسارا السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وفي المنتصف ساحة الشعب، وكأن السلطة للشعب والسلطة العليا هي للشعب. في الواجهة مركز مصر الثقافية الإسلامية، كأن ساحة الشعب هي مزيج لتركيبة الشخصية المصرية عبر العصور، التي تؤمن بالله وتقدس العمل وتحترم الدستور والقانون.